أختي وحشتيني من زمان ما أشوفك. أخواتك محرومين من بعض في البيت ولا إيش؟ لا لا مو محرومين. كيف تقولها من زمان ما أشوفك؟ ما عليك منهم، مجانين. الصراحة أنتوا غريبين، في البيت 24 ساعة مع بعض، وفي المدرسة سوى نفسكم أول مرة شوفوا بعض، ليش كذا؟ دي أختي وسري وأماني لأن من زمان ما شفتها في المدرسة، دائما في البيت. أختي شكلك غريب في المدرسة. بنات اسمعوا، تعالوا بقول لكم شيء. هلا قول. ايوه ايش صار؟ فين عيديتي؟ افتحوا الابواب، هيا هيا هيا، اطيروا الطرقات، هيا هيا هيا. الله حبيت حبيت تسجيل الدخول، حبيت. الله نهاد. اي والله نهاد. نهاد فين اختفيتي؟ احنا بدنا من جد. نهاد ايش صار عليك؟ كنتي اتكلمي. نهاد ايش صار معاكي؟ انت كويسه؟ بنات شكرا شكرا، اطمنوا اطمنوا، الحمد لله انا ما فيني شيء. برقص وبرقص قرم از زرخيت ببينو مجال زري اندر تقدر دوش. يا هي نارجيلس يا هي نارجيلس يا هي نارجيلس غابين نارجيلس نارجيلس غابين. ايش في؟ كل على مكانها يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف العيد وكيف الإجازة معاكم؟ هو أيوة الحمد لله العيد كان حلو، جمعت فلوس. عودة حميدة وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا سلامة. وانت بخير. الله يديم اللمة الحلوة، الله يلملمك. شكرا. المهم يا بنات، بمناسبة العيد عندنا عيديات جدا قيمة، بس مو للكل، لثلاثة فائزات. سويت لكم ثلاثة مسابقات، واللي يفوز يستلم العيدية. استسلموا من الآن يا بنات، انا داخله وابغى افوز وراح افوز ان شاء الله. لا يا رب ان شاء الله انا افوز، والجائزه تكون جوال، لان جدتي طفشتني وهي كل يوم تقول لي بكره وبكره وبكره بشتري لك. فالكم الفوز جميعا، وان شاء الله الهدايا تروح للي يحتاجها. أبلة لا تروحي، الله يخليكي ساعديني، وما راح اقول لاي احد، ابغى افوز. يوم بسم الله، ايش هذا يا ربي؟ يا ابله انت ايش جبتي لنا؟ ايش هذا؟ شعوذة؟ لا يا حبيبتي، هذا كلام عربي بالفصحى، واللي يقرا هذه الجمله صح بدون اي غلط راح ياخذ الجائزه الاولى. ابله ابله ابله، انا بقرا. تفضلي اقرا يا حبيبتي، عجبني حماسك. تكرر الكركر كركر الكره في كبد تبكي. خلاص وقفي يا رقية، غلط. ابله ابله، انا نهاد نهاد، بقرا. تفضلي يا نهاد. تكرر كركر 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 في الكبد، تكرر كركر كركر في الكبد، تكرر كركر. نهاد ايش هذا؟ الله يهديكي، ولا كلمة صح. أبلة دوري دوري سماسم. تكرر كر 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 الكرة في كبد تبكي، شكشوكة شكشوكة. شكلك جيعانة يا سماسم. أبلة لو سمحتي أنا أبغى أقرأ. أتفضلي يا سارة. تكروا كرًا ككر الكري في كبد تبكي، مشكشكة كلكلك اللككة. سارة من متى من متى ما شاء الله عندك مواهب من ورانا. ايوه هذه مواهب مدفونة. احسنت يا سارة، بارك الله فيك يا سارة، تعالي خذي هديتك. احم احم، النص بالنص. الجائزة الأولى راحت لسارة، الجائزة الثانية بتروح لمين يا ترى؟ مع المسابقة الثانية واللي هي مين اللي يجي يكتب لي في الصبورة قسطنطينية؟ أنا يا أبلة. أها على وين على وين، ما شاء الله واثقة من نفسك، رجعي الهدية وارجعي مكانك. ممكن تقرأي لنا هي؟ قص 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 قصصصصصصصص. ارجعي مكانك، جبتي لي الصداع. يا ربي نفسي اقوم، بس والله خايفه تفشلني، فشلت البنات كلهم. يا ربي كيف تنكتب؟ قصطين 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 قصطين. لا 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 مو كذا. صح عليك. اوف منها السارة هذه، ما بقت لنا ولا هدية، اخذتها كلها، اوف منها بس. يا هدايا يا هدايا. قالوا ان الحسد مرض خبيث.
التحدي الأخير والهدية الأقوى. التحدي هو أكثر وحدة توقف برجل وحدة. أي رجلي تعورني. يا رب يا رب أفوز يا رب أفوز. يلا ليش يا جميلة كذا تنجزي؟ أثبتي. خارج عن إرادتي. بسم الله. وقفوني وقفوني. هذه إيش فيها؟ ما هي ناوية تطيح من جد نشبة. فزتي؟ مبروك الفوز يا رقية وتستاهلي الهدية. يس. تفضلي هديتك. ياي. مبسوطة ما شاء الله؟ ابعدي عني. ايوه مبسوطة. عندك شيء تبي تحسديني على هديتي ولا ايش؟ لو كنت تبغيها كان اجتهدتي. طيب ما لي صلاح اذا انت ما اخذتي. اخذتها بتعبي ومجهودي ومالك صلاح في شيء. تعبك ومجهودي كجل. ها بنات اسكتوا خلاص. بلا شايفة هذه الرقية اللي فازت؟ ترى غشاشة اخذت الهدية بالغش. كانت حق سارة. هي اللي طيحت سارة. ترى انت الغشاشة وانت الكذابة مو انا. من جد يا رقية انت سويتي زي كذا؟ هي الغشاشة يا ابلة. قولي الصدق، غشيتي ولا ما غشيتي؟ اوه خلاص. طيب انا داري ان المسماسم هذه خلاص. لا تبكي خلاص. خلاص لا تبكي لا تبكي مرة ثانية. انتي لا تسكتي عن اشيائك. هيا روحي خذي هديتك. ترى حركتك ما لها داعي يا سماسم. ليش سويتي زي كذا؟ حرام عليك، البنت جالسة تبكي. يعني بالاخير انا الغلطانة صح؟ هذا جزاتي شن قلت الحق؟ بنات عادي اخذ الهدية لي. خذيها، اصلا ما حد له نفس.